خطاب الكراهية هو كل نص يتضمن إساءة أو إهانة أو اتهاما بالنقص والدونية أو التحقير أو يحرض على العنف المادي أو المعنوي ضد الأشخاص والجماعات على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو بسبب اللون أو اللغة أو الجنس أو طبيعة المهنة أو المظهر. توزيع الإخلالات المتعلقة بخطاب الكراهية حسب نوعية الإخلال ووسائل الإعلام لشهر ديسمبر من سنة 2015. توزيع الإخلالات المتعلقة بخطاب الكراهية حسب الأشكال الصحفية لشهر ديسمبر من سنة 2015. توزيع الإخلالات المتعلقة بخطاب الكراهية حسب نوعية وسائل الإعلام لشهر ديسمبر من سنة 2015. الدعوة للإقصاء. يبدأ وسيلة الإعلام يعني مملوكة لجهات معينة، دونك هي أوتوماتيكمون باش تخدم الجهات هذيك. الواقع دونك هنا الواقع ما عادوش يلوجوا على الحقيقة. الحقيقة لم تعد مبحث. التحقير. العباد الكل من حقها تمارس رأيها بشكل عادي بكل حرية، حتى واحد عنده الحق يحقر حتى حد، حتى لو كان الرأي هذاك مختلف وعلى حتى ما يعجبنيش ولا جو سوي توتالمون كونتر، جو بو لوتي كونتر الحاجة هذيك، أما بطريقة حضارية من غير من حق العبد القدامي. شفت كي نقول لك رانا مش واعيين باللي نكتبوا فيه، خاطر هذا ما ينجم يكون كان لا وعي، ويا خيبة المسعى كان يطلع قراها وعداه. هو زاد راهو مسؤول الصحافي، مسؤول على الكتابات هذيا زاد، ما يقبلش اللي يجي، وما يمررش اللي يجي، لازم هو زاد يكون عنده ضمير. السب والشتم. شنو جهلوا؟ يا اخي كل من هب ودب ولا جاء هذاك يقول على هذاك جاهل وذاك يقول على هذاك مخلف وذاك يقول على هذاك كافر وذاك يقول على هذاك ارهاب. فما قوانين، فما اصلا في الديكسيونير اللغه العربيه فما تفاسير راهو للاشياء، لازم نحترموا بعضنا. راه انك تنقدني مش طيح لي قدري. راه الوصم معنا لهني، شنو المحدد بين ما هو نقد موضوعي وما هو سب؟ لهني حتى الالفاظ بحد ذاتها المستعمله النجم نفس الفكرة، نجم نعبر عليها بطريقة سيئة جد ونجم نعبر عليها بطريقة مهذبة جد وتوصل الفكرة. الدعوة للانتقام المعنوي. وقتها من كلمة من صبة في جريدة ولا شتم ولا كلمة حتى كيكة مع تعديل تولي بلاد مقسومة على زوز ولا ديكلون. احنا عنا برشا صحفيين اللي من نوع هذية اللي هما اللي كي يكتبوا تقول يا عمفي هكا قدام باب دارهم، مش صنصين باش تقراه ناس اخرى، لانك انت كصحافي مسؤول. على الاقل فما 10 من الناس كي يقراو لك يحبوك انت باش يقراو لك، مثلا كي يقراك انت اللي زعما صحافي خيرة مجتمع وما ثقف وتكتب بالطريقه هذيك، ما لهمش اني على في الشارع ينطر ساك ويشلط وجه، معناها الكل في بعضه يهز للعنف. التكفير. مش بيه علينا نكفروا في بعضنا، مش معقول. وكلنا ماذا بينا ونحبوا الخير، ما نحبوش الشر لبعضنا، كان نحبوا الخير. قاعدة تأثر بصفة غريبة، قاعدة تلز القتل يعني، ولا واحد يقولوا أنت كافر ولا أنت إرهابي ولا أنت شيعي ولا أنت ما نعرفش شنو، يولي يتلز باش يقتلوا بعضهم على حاجة ما فماش، وأنا جست كلام وكا. الثلب. الصحافة عندها حرمتها، السب مش في الصحافة، النقد بس السب. إذا كان وصل لنقد فيه سب موضوع ما عادش رسالة متاع الصحافة. التمييز. عشرة آلاف شيعي من إيران، دونك هذوما عندهم مشكلة مع إيران. أنا مش جيست قريت أرتيكل باش نمشي معناها نكره السيد اللي سبوه في الأرتيكل هذاك ولا كذا، لا. أول حاجة نعملها الساعة نشوف الجهة هذه شكوني
مربوطة بشكون، معناها مع شكون تخدم كذا، وشنا هي مشاكلهم مع الطرف اللي معناها اللي وقع كتابة هذا معناها تقرير ضده.